ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قررت السلطات العمومية في مختلف المدن المغربية منع ممارسة أي نوع من الأنشطة المرتبطة بتسويق الأضاحي خارج الفضاءات المخصصة لبيع الماشية، وتم منع كسابة من بيع أضاحي العيد خارج الأسواق أو بالمستودعات والمخازن، وذلك في خضم انتشار فيروس كورونا. وحجزت السلطات في عدة مدن رؤوس أغنام، وذلك بسبب عرضها في محلات غير مرخصة غراجات. ومن جهة أخرى تم منع كسابة من التنقل من مدن إلى أخرى لعرض الأضاحي للبيع، وهو ما اعتبروه أنه سيكبدهم خسائر مالية كبيرة تعمق أزمتهم التي تخبطوا فيها طوال الفترة الماضية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.